اهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. ان لله وانا اليه راجعون. فاجعه في هذه اللحظات، حنا حدا اقامه ديال الاصيل، الطريق ديال تي جي في داز بواحد السرعه، واحد الشخص ضرب واحد الشخص، تحول الى اشلاء، يعني واحد الحادثة ما قدرش نهبط لتحت. الله يرحمه والله يصبر الاهل ديالو الى ملي غيعرفوها، بحضور رجال الامن وحتى السلطات ديال الملحقة 43 حتى هما حاضرين، الناس اللي خدامين في السكك الحديدية حتى هما حاضرين. تي جي في مشى حيت داز بسرعة، ما عرفش شنو واقع، مشى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نقدروش أننا نوريكم واحد المشهد صعيب 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 بزاف. مرحبا خويا. ولكن 43 اللي حضرات يعني جا في واحد المكان اللي ما بين المقاطعه في مقاطعه 43 ومقاطعه 48، ولكن كانوا المقاطعه 43 اللي كانت حاضره. في هذه اللحظات الشرطه العلميه وصلت لعين المكان، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. يعني اخبار شويه صعيبه بالنسبه للاهل ديالو اللي غيسمعوا بحال هاد الخبار هادي في هاد اللحظات. حنا باقي ما عرفناش واش كان قاطع من هنا، واش مسكين متشرد، واش باقي بزاف ديال 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 الشكوك في هاد الشيء. رجال الامن واقفين هما ورجال السلطات في هذه اللحظات، التحقوا الشرطه العلميه حتى هما جاوا في هذه اللحظات. يعني الله يصبر الاهل ديالو هاد الشخص، والله يرحمه الناس اللي خدامين في السكك الحديديه. والله ما عرفنا الاسباب لحقاش داز بواحد كيدوز تي جي في بواحد السرعه، السيد تفرتت. يلا الشرطة العلمية غادي تحضر باش دير المعاينة ونعرفوا الأسباب، واش انتحار ولا قاطع. حنت في هاد الظلمة هادي، في هاد الظلمة إلا كان جاي من بعد ما غتعرفش اش من طريق جاي فيها، حيت تقريبا كاينة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال 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 الطرقان ديال التران، كاينين خمسة. إلا كان جاي من بعد ما يعرفش بنادم أش من اتجاه جاي، وإلا دوك السرعة ديالو داك الضو، يعني صعيب صعيب. علاش هما دايرين هاد القنطارات هادو منين يدوز منهم المواطن، حيت صعيب أنك دوز من التحت، راه في أي لحظة كيتم جاي سكوتي، في أي لحظة راه صعيب صعيب. راه حتى في النار، اكيد راه حتى في النار، حتى في النار صعيب. مسكين النص ديال الجثة ديالو راه مغطينها لتحت، السلطات هبطوا وغطاوها.
يعني انت باش تهبط لتحت وما تقدرش، صعيب صعيب صعيب. الله يرحمه في هذا النار. هادشي علاش بحال الطرقان ديال السكه ما خصش بنادم يهبط ويدوز منهم، دوز من 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 هاد القنطره، واخا ضرب واحد طوال باش تطلع من القنطره اخرى، احسن ما تهبط تنقز الحيط وتدوز، احسن احسن. او اصلا هاد الله يسادو راه صعاب شويه، راه الخلا هنايا. حنايا دابا في حي محمدي، حدا الاصيل، في درمولي شريف، ما بين درمولي شريف والاصيل، كاينه قنطره تمايا، وكاينه القنطره الاخرى اللي كتكون حدا مقاطعه 43، تحت تقريبا تحت من القنطره اللي كاينه في الاصيل، تحت منها تحت منها كاين تقريبا النص ديالو مغطينه بواحد المنطقه تمايا. الناس ديال اللي خدامين في السكك الحديديه هما حاضرين. رجال الامن كاملين حاضرين. الشرطه العلميه والتقنيه هي اللي انهم حيدوا من تما، هزوا الطوموبيله ديالهم، ربما حيت ما كاينش منين غيهبطوا من هنايا، ربما غيجيبوا الدوره باش يدخلوا. منين دخلوا هاد الطوموبيلات هادو ديال السكك الحديديه، حيت هنا الا بقاو في القنطره صعيب انك باش تهبط من هنايا، ما كاينش بلاصه هنا كاين الشركات، يعني غادي يمشيو يجيبوا الدوره منين دخلوا هاد الطوموبيلات ديال السكك الحديديه. غايجيو دابا باش يهبطوا ويقلبوا على الجثه كامله. الله يرحمه مسكين ويصبر الاهل ديالو. فاطمه الزهراء اختي، كاين تي جي في كيدوز من هنا، ضرب واحد الشخص اللي تشتت. هذا الشخص تشتت حيت الطريق هذه مظلمه، والسرعه اللي كيدوز بها تي جي في كتكون سرعه قويه. اصلا هاد الطرقان هادو ديال هنا ديال التران، راه كاين تقريبا شي 7 ديال الطرقان هنا ولا 6، ولا تم جاي تي جي بي بواحد السرعه وكاينه الظلمه، راه ما غتعرفش من الطريق، راه كيكون الضو ديالو كيتم جاي بواحد السرعه دغيا يوصل عندك. واخا انت كتقول حكا غادي نقطع دغيا، راه ما غتقطعش، راه اصلا ملي كدوز معاك كتعفط في الحجر ودا تنقز، كتكون القطعه ديالك ثقيله مع الحجر والحديد. هو جاي في السكه ديالو جاي بواحد السرعه السرعه قويه، يعني دغيا يوقف حداك، يعني بنادم ما يخاطرش براسو حكا نقطع دغيا، تتسنى تيدوز. هو راه كيدوز غير في واحد 10 ثواني كيدوز من حداك، و دا سرو معاه حيت ما تعرفش واش نيت كان قاطع وضربو، واش بغى ينتحر، وبزاف ديال الشكوك. اسم محمد، اخويا كي داير؟ السلام عليكم خويا. والله ما بقي الله، دابا يلاه غيجيو باش يعرفوا واش ها هو يبان لك من هنا، جيت طلع من هنا. راهو فين اخويا؟ بقى معايا بلاتي. راهو راهو راهو.
خلص 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 يعني انت كتشوف كتشوف شوف راه الشرطه شوف باش يعني دابا هنايا هنا هاد السكات هادو كاينين 6 ديال السكات. الا كان بنادم بغى يقطع و تي جي بي جاي عند تي جي بي اللي ضربو راه دغيا كيوصل حداه، خصوصا ملي تي جي بي على قرب المحطه ديال عين السباح كنحس السرعه مابقاش غادي واحد السرعه اللي فيه دابا ما تعرفش باقي بزاف ديال الشكوك، ما تعرفش واش داز وضربو واش بغى ينتحر بزاف ديال الامور. دابا ما عرفوش منين يدخلوا، ما عرفوش منين يدخلوا، راه هادشي اللي غداروا دابا ها هما يهبطوا. لا هما دابا هادشي الطريق اللي قلتي هما اللي غيديروها دابا. هذا ما خدامش، هذا ما خدامش مع هاد الناس، هذا اللي ضربوا دابا كاملين داروا، شتيهم كاملين داروا. الا دابا يجيبوا الدوره باش يخرجوا من هنا. شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي، الى حين باشر خير ان شاء الله.